عايزه اتكلم عن رقم 9 يا جماعه، المهاجم رقم 9 مصري ولا محترف؟ بسأل السؤال ده عشان عايزه اكون صريحه جدا معاكم، وكلامي يا ريت ما يزعلش حد. طبعا جمهور الاهلي دلوقتي وبقوه منتظر صفقه المهاجم الاجنبي، خلي بالكم من الكلمه دي، الاجنبي السوبر، وده حقهم طبعا. كلام رايح على سوزا رايح جاي، لسه مش عارفين. هنعرف طبعا من ضيوفنا. الزمالك بيضم في هجومه مين؟ سيف الجزيري، سامسون اكينولا، الثنائي الاجنبي، وعايز كمان مساك اشول اجنبي، وبيدور على مهاجم اجنبي. ماشي. بيراميدز بيتعاقد مع الكونغولي كلالا. وهنا عايزه اقول، وانا برضو يعني علشان نكون متفقين، هذا البرنامج الكلاسيكو، او اعتقد اي برنامج رياضي في مصر، اكيد هدفه المفروض يعني يكون هدفه الاول والاخير صالح الكوره المصريه. وامبارح توقفت عند الجمله دي كتير قوي، صالح الكوره المصريه، لانه فعلا الموضوع مستفز قوي على السوشيال ميديا. وانا بحب قوي اتكلم لما يجي اقرا على السوشيال ميديا الكلام اللي رايح جاي عن المهاجم تحديدا، احب اقرا قوي الكومنتس التعليقات. وهتلاقوا كده اليومين اللي فاتوا محدش بيتكلم الا عن ان الاهلي والزمالك لازم يجيبوا مهاجم اجنبي. سؤالي هنا، مين هيبقى مهاجم منتخب مصر؟ الاهلي عد معايا كده، عندك ثلاث مهاجمين سوبر، ثلاث مهاجمين سوبر الحقيقه، لازم نديهم الثقه، لازم مستر كولر يشتغل على تطويرهم. عندك كهربا افضل مهاجم دلوقتي، مع ان ده مش مركزه اساسا في الدوري الموسم اللي فات، ده يمكن عمل انجاز ولا اروع. محمد شريف، كهربا اهو، عندك محمد شريف، ولو ان برضه في ناس كثيره جدا جدا مش مقتنعين بيه، والمهاجم الاعلى تهديفا اخر ثلاث سنين. وعندك صلاح محسن راجع بشكل ممتاز من سيراميكا كليوباترا. الناحية التانية عندك ايه؟ الزمالك عنده ناصر منسي، واحد من هدافي البنك الاهلي، واتدفع فيه مبلغ كبير جدا. وعندك لعيبة صغيرة بقى، بتتكلم على علي ياسر، بتتكلم عن محمد صلاح زكي اللي شاركوا في البطولة العربية الاخيرة. فالسؤال تاني هنا، ليه الثقة ما تروحش للمهاجم المصري؟ انت كمنتخب مصر المفروض انك محتاج مهاجمين سوبر، محتاج انك ترجع تاني زمن بقى كابتن حسن شحاتة اللي كان بيقعد يلف حوالين نفسه. هيلعب بمين؟ عماد متعب ولا عمرو زكي ولا محمد زيدان ولا ميدو؟ هيقعد مين ويلعب مين؟ المهاجم المصري اللي بقى عملة نادرة النهاردة دلوقتي، احنا محتاجين نركز معاه وبقوة الفترة اللي جاية تحديدا. والأندية كمان، يعني الأندية ليه؟ أنا أعتقد أن الأندية ما بتشتغلش على أنها ترجع تاني مهاجم الأهلي والزمالك، مهاجم منتخب مصر في الأخير. يمكن ده اللي بيديلك كذا مكسب، أولا أن أنت بتدفع له بالمصري فتوفر العملة الصعبة، ثانيا أنت بتكتشف لعيبة، ثالثا بتفتح الباب قدام لعيبة تانية كتير، وبتديهم هذا الأمل. طيب أنت مش يعني هتدخل في صلاحيات اي مدرب، خلينا متفقين، سواء اوسوريو في الزمالك او كولر في الاهلي، ولكن دي كلمه حق، وكلمه الحق لازم اقولها، ولازم يتحط حواليها حسابات مسؤولي الانديه الكبيره تحديدا اللي هم الاهلي والزمالك علشان صالح الكوره المصريه. اعتقد ما يعني ملف مهم جدا جدا. انت كان عندك مشكله لما تعاقدت مع بواليا، كان من هدافي الجونه تقريبا، صح؟ كان من هدافي الجونه، وكان عندك بادجي، وفي فتره من الفترات السنين اللي فاتت في التسعينات لفترات طويله قوي كنت بتتكلم عن واحد زي حسام حسن، واحد زي عماد متعب، واحد زي احمد بلال. ما بنشوفش ده دلوقتي، احنا عمالين بندور على سوزا، وناس محبطه جدا على السوشيال ميديا، هو سوزا ايه الاخبار؟ هو سوزا جاي الاهلي؟ طيب هنبدله بمين؟ طيب مين اللي هيفتح له المجال؟ لان انت عندك الخمسه خلاص، يعني خلاص اماكن، مفيش اماكن شاغر. فده ملف مهم جدا جدا لفت نظري، لان الكلام عليه كتير قوي قوي في السوشيال ميديا، ولفت انتباهي، حبيت ان انا اشارك بيه، يعني اشارك معاكم الموضوع ده.